احنا فعاليات كتير جدا، كان اهمها وابرزها امبارح على مسرح اليو ارينا داخل مدينه العالمين الجديده. كان عندنا واحده من اقوى حفلات الويك اند اللي دايما بننتظرها، واللي كانت فيها معانا النجمه الجزائريه سعاد ميسي، اللي بدات الحفله امبارح على خشبه مسرح اليو ارينا بعد غياب كبير جدا عن مصر. وكمان الجمهور كان مشتاق لسعاد ميسي جدا، اللي هي غنت كمان باللغه الجزائريه وباللغه المصريه وغنت كمان باللغه الفرنسيه، وصراحه الجمهور كان متفاعل معاها جدا. بعد سعاد ميسي كان معانا موعد مع فرقه مسار اجباري اللي طبعا كل الاجيال بيحبوها بشكل كبير جدا، وصراحة الحفلة كانت ممتعة. بعد مسار إجباري كان عندنا حمزة نمرة اللي غنى عدد كبير جدا من الأغاني اللي احنا بنحبها، وكمان غنى أغاني كتير للمطربين قدامى احنا بنحب كمان الأغاني بتاعتهم. كانت مفاجأة حمزة نمرة انه كان مصر انه مسار إجباري يطلعوا معايا على خشبة المسرح وينهوا بيها حفلة الويك إند مع بعض، وصراحة كانت حفلة أكتر من روعة واستقبال كبير جدا مش بس من الجمهور المصري، لأ من كافة أنحاء الوطن العربي اللي كانوا حريصين ان هم يحضروا لسعاد ميسي وفرقة مسار إجباري وكمان حمزة نمرة اللي لأول مرة على مسرح اليو أرينا داخل مدينة العالمين. عايزين نقول للناس كمان ان بالنسبه للفعاليات الرياضيه لسه مستمره كل معانا كل الفعاليات الرياضيه داخل المنطقه الترفيهيه ومنطقه الالعاب، سواء من مسابقات كره القدم او البادل او كره السله. وكان معانا واحده من اهم الفعاليات الرياضيه لمشاركه النساء في كره القدم في واحده من اهم دوري ابطال الساحل، اللي الصراحه استمتعنا جدا واحنا بنتفرج على البنات وهما بيلعبوا كره القدم، مش بس الولاد اللي موجودين داخل ملعب كره القدم. فالحقيقه مهرجان العالمين على درايه كامله جدا ووعي بكل احتياجات كل رواد المهرجان، اللي صراحه مستمتعين جدا ان كل الفئات العمرية وكل المراحل سواء من كبير أو صغير وحتى الأطفال زي مهرجان نبتة بيشاركونا داخل المهرجان. الصراحة فعلا بدأ العد التنازلي لانتهاء ما هو واحد من أهم وأضخم المهرجانات في مصر والشرق الأوسط، لكن احنا مش عايزين نقول كده لأن احنا الصراحة مستمتعين جدا ولسه عندنا فعاليات كتير لسه هتبدأ وأكتر من روعة بكل طاقة وحماس لسه منتظرينها. وأتمنى إن كل الناس تلحق تيجي قبل الختام يوم 30/8 لأنه لسه عندنا حاجات كتير جدا ومفاجآت كتير جدا مش هقول لكم عليها، بس برضه هفضل أنصح أستاذة سناء إنها تلحق تيجي المهرجان قبل الختام. وطبعا أنت يا نهى أكيد لازم تيجي علشان خاطر تستمتعوا بالجو الحلو والمناظر الساحرة على واحد من أهم بحار الساحل الشمالي وهو بحر مدينة العالمين الجديدة. ويعني أتمنى أشوفكم وتنبسطوا بقى وتلحقوا تشوفوا الحفلات المتبقية في الحفلات الويك إند اللي جاية، فاضل أسبوعين بس على ختام المهرجان وفاضل أسبوعين بس على حفلات الويك إند مع عدد كبير جدا من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية وحتى الحفلات الويك إند. بصي 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 يا شرمندة شرمندة، أنا عايزة أقول لك حاجة. أنت بتقولي تعالوا، عندك المسؤولين كلهم، يعني اتصرفي اتصرفي، احنا ما عندناش مانع. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، اولا بنشكرك جدا يا شرمندة لان بجد بجد انت دايما بتنقل لنا الصوره واضحه ودايما بتخلينا بتشوقينا ان احنا دايما عايزين نروح ونتفرج ونعرف ايه الجديد اللي بيحصل. حقيقي حقيقي بنشكرك جدا جدا. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه برضو يا استاذه سونسون، ان جميل جدا ان الواحد يتلم كده ونعمل مجموعه ونطلع، لان المشوار مش بعيد، المشوار ساعتين ونص 3 ساعات بالكتير من القاهرة، فممكن حتى نروح نقضي اليوم هناك ونرجع تاني آخر النهار اللي يبقى فيه نفس بقى. بس ايه يعني ادينا امنيات امنيات. لا والله اللي يقدر يعمل كده يا ريت يعمل كده، بجد هتستمتعوا ان شاء الله باذن الله. شكرا لشرمندة الدسوقي يعني المراسلة الشطورة.